السلام عليكم اعزائي في المكان، اهلا بكم حلقه جديده من كورس الاوتوكاد. النهارده هنتكلم على ازاي نعمل بوزيشن بوينتنج او بنسميها اللاندسكيب وركينج. ان احنا ما ينفعش طبعا لما يكون عندي لاندسكيب كبير جدا او كده، وخصوصا لو كان بالافدنه، يعني ما ينفعش اعمل له الدايمنشن علشان ننزل ننفذه باللاينات والاركات، اللي هو دايمنشن عادي، دايمنشن لاين عادي، واقول لك امشي هنا 35 متر بالزاويه 15 درجه ونص لتحت وبتاع. الكلام ده كله يعني بيبقى فيك، يعني انريل تماما. لكن احنا بنعمل الدايمنشن تبقى عباره عن بوينت، وبنوصف البوينت دي باكس وواي، يا اما لو كان المشروع بتاعي صغير بعمل الاكس والواي جوه اللوحه، لو المشروع بره بعمل البوينتس بتاعتي بارقام 1 2 3 4 لحد 10000 و15000 كمان، وبتطلع بره في جداول. فلما نيجي ننفذ في الموقع في الطبيعه بنبص على النقطه رقم 100 وبالتوتال ستيشن بنحسب الاكس بتاعها من كام والواي من كام وبتاع، على حسب نقطه الصفر والصفر بتاعت الاوتوكاد عموما. طيب اول حاجه هعملها ان انا اغير نقطه الصفر والصفر بتاعت الاوتوكاد اللي هي الاكس والواي دي، اخليها في نقطه معلومه انا عاوزها. ده رقم واحد في الحياه. اغيرها ازاي؟ بسيطه جدا. انا لو جيت عملت اي دي لايدنتيفيكيشن بوزيشن يعني للنقطه دي مثلا، ودوست عليها، هتلاقي الاكس بتاعها قد كده والواي بتاعها قد كده. طبعا الزد زيرو لان احنا شغالين 2 دي. هنعمل ايه؟ هنكتب نعمل بوينت نحطها هنا. البوينت ما بانتش مع انها موجوده. نعمل ايه؟ نروح لفورمات، نعمل بوينت ستايل، نقلب البوينت ستايل بالشكل ده، وممكن اكبرها لو انا عاوز ان انا اعمل هي بتكبر. طيب بس لازم اخلي حجمها ما يتغيرش كل ما تعمل ار اي انتر اللي هو الريجن. نعملها ازاي؟ نروح للفورمات بوينت ستايل، وبدل ما تكون set size relative to screen يبقى relative to units، ونصغرها بقى شويه، الخمسه دي نخليها 2 مثلا. هتفضل كده على طول بالحجم ده. لو الحجم ده كبير ممكن نخليها 1. اليونت دي اللي هي المتر او كده، كده هي بقت متر في الطبيعه، خلاص عمرها ما تتغير. اول حاجه هعملها ان انا لازم امسك الرسمه بتاعتي كلها واوديها على نقطه الصفر والصفر اللي في الاوتوكاد. بس عشان اعمل كده لازم احدد انا الصفر والصفر بتاعي هيبقى فين. انا عاوز الصفر والصفر بتاعي يبقى هنا، هحط عليه نقطه، اكتب بنت واحطها هنا، واعمل موف لكل الرسمه من هنا لي، اكتب الصفر وصفر انتر. هعمل لاين كل صفر وصفر انتر، مثلا 10 وصفر انتر. اعمل زوم اكستند انتر انتر، بص تلاقي الرسمه بتاعتك كلها بقت هنا، وادي اللاين بتاعك اهو. يبقى النقطه دي لو خدت عليها الاي دي انتر هتلاقي نقطه 0 0 تمام. انقل بقى الرسمه بتاعتك كلها عند ال 0 0، الرسمه بتاعتك نقلها هنا، ناخدها بقى المرة دي من هنا من عند البوينت، نروح بيها لحد اللاين اللي احنا عملناه. انا ليه عملت كده؟ هو اساسا اهم حاجة في الدنيا لما تيجي ترسم ان انت ترسم دايما جنب الزيرو والزيرو، وقلنا الكلام ده قبل كده. انا لو عملت الاي دي على البوينت دي بقت الزيرو والزيرو بتاعك. طيب هنعمل ايه؟ هنعمل تكست ونكتب جنبها زيرو زيرو. ادي التكست، بس مش هكتب بقى بايدي 0 0 لا، هعمل رايت كليك انسرت فيلد، واقول لك هيفتح لي الشكل ده. هفتح اول اللي هو الفيلد كاتيجوري واقول له اوبجكت، وهنا هو برضو في الفيلد نيم هقول له اوبجكت، هيقول لك سيلكت، هقول له سيلكت النقطة دي واقول له بوزيشن، وفي البوزيشن هقول له اكس وواي، لو الزد متأكتيف اشيلها مش عايزها، واقول له اوكي. كده حط لك الاكس والواي. طيب انا مش محتاج ان هي تبقى 3 و3، انا عايز 0.00 يعني.
اعمل ايه؟ هختارهم واروح اقول له ديسيمال واقول اوكي اتقلبت اهي ديسيمال 100 100. يبقى انا كده ظبطت الفورمات يونتس لو ما كانتش ديسيمال 0.00 وظبطت هنا. طيب نعمل ايه بقى؟ ناخد الكلام ده كوبي البنت دي، ابتدي اكررها في كل حته مختلفه، احط هنا بوينت، احط هنا بوينت، احط هنا بوينت، وممكن طبعا هنا اهو بوينت. طبعا البوينتس طلعت كبيره، ممكن اخش على البوينت ستايل في الفورمات، بوينت ستايل الواحد دي اخليها بوينت 3 مثلا، هي صغر وتبقى 100 100. وهنا يجي السؤال، انا لما بعمل كوبي للبوينت لو تاخد بالك ان هو بيتغير الاكس والواي بقى بالماينس او بالبلس. ايه الماينس ده؟ ان انت ورا الاكس، يعني ورا النقطه دي بتمشي كده بالماينس. طيب لو ما عملتش كده بعمل امر اسمه ريجن، هو كاتب لك اهو اول، ريجن اول هو اللي بيعمل بيخلي البوينتس بتاعتك ايه تتوصف كلها او تروح البوزيشن بتاعها للزيرو، الزيرو اللي حضرتك عاملها. طبعا قبل ما ابتدي اخد كوبيات وبتاع ممكن اقرب دي من دي كده اهو علشان الحاجات ما تخشش في بعض، وبالتالي لازم دي كمان تروح كده. نقول كوبي ده من دي مثلا، اروح لل هنا اهو وهنا اهو كده تمام، هنا برضو محتاج وهنا محتاج، وابتدي اخلص الشغل. احنا في الموقع بنعمل ايه؟ بننزل نقف بالتوتال ستيشن، خلينا نروح بس الحته تكون في الباص، نروح للحته دي كده، عندي هنا بوينت وانا عندي هنا بوينت. طبعا ممكن ننقل دي بايدينا كده موف، ننظم بقى شغلنا. لو تاخد بالك ان هي يعني نفس الارقام، اكتب في الاخر خالص بقى بنعملها ريجينول وتغيره 100 100 اهو. طبعا الواي كلها هتبقى بالماينس لان الواي فوق فاحنا كلنا تحتيها، لكن الاكس بقت بالبلس. هنقف بالتوتال ستيشن وننقر النقرات دي كلها وكده، اعزائي في كل مكان نقدر نعمل، وبكده احنا نقدر نعمل الاربن لاندسكيب، نقدر نعمل الوركينج لللاندسكيب الكبير بطريقه البوينتس، لان هي دي الطريقه الفعاله في المواقع، خصوصا لما يكون في زد بقى، لما يكون في ليفلنج فبنفعل الزد، يبقى كل نقطه ليها اكس واي زد علشان الكونتور او الليفلنج او الميول او المناسيب اللي موجوده. ودي كانت تركه بسيطه جدا في برنامج الاوتوكاد، ارجو انها تكون عجبتكم، وحتى نلتقي في فيديو جديد. شكرا والسلام عليكم.